السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات ارحب بكم في هذه الحلقه من سلسله الحلقات التي نتكلم فيها عن الادمان على المخدرات الحلقات السابقه تناولنا فيها ما هو الادمان وتكلمنا فيها عن ما هي الاسباب التي تدفع الى تعاطي المخدرات والى الادمان وتكلمنا فيها عن المواد الادمانيه اهم المواد الادمانيه وذكرنا بعض التفصيلات عنها وتكلمنا عن موضوعات اخرى تتعلق بالاخطار المختلفه للمخدرات في هذه الحلقه سنتكلم عن موضوع مهم جدا طبعا من هذه الموضوعات واللي هي يتعلق بالوقايه يعني دائما السؤال اللي بيفكر فيه الاباء والعقلاء ويفكر فيه المربين نحن الان ما في شك انه الوقايه خير من العلاج وهذه من المبادئ الطبيه المعروفه البديهيه التي لا تحتاج يعني الى الى عناء في في اثباتها الوقايه بلا شك خير من العلاج وبدال ما ننتظر الى ان يدخل الشاب في الادمان ثم نبحث له عن علاج ونحن نعرف أن الادمان كما ذكرنا هو مرض وانتكاسي ومعقد ومزمن فلماذا لا نحاول ان نعمل وقايه ونمنع الشباب اصلا والاطفال من الدخول في تعاطي المخدرات وبالتالي نمنع الكثير من الضرر ونوفر على أنفسنا الجهود الكبيرة من الناحية المالية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الدينية ومن الناحية الأخلاقية ومن الناحية الأمنية ومن جميع الجوانب التي يؤدي إليها الإدمان. ولذلك الكلام على موضوع الوقاية يعني يقودني الى الى قصه خلونا بس نتذكرها وبعدين ندخل في موضوع الوقايه يقال انه في في واحده من البحيرات الصغيره المرتبطه بشكل او باخر ببحيره اكبر منها كانت تعيش ثلاث سمكات السمكات هؤلاء كنا يعشن في البحيره ومرتاحات وجلسات في يوم من الايام اجوا اثنين من من الصيادين ومروا وشافوا في البحيره طالع واحد فيهم في البحيره فشاف ايش؟ فشاف السمكات فبيقول لصاحبه انه والله انا شايف السمكات هذه او البحيره فيها سمكات خلينا بكره الصباح نجي بدري نجيب السنارات الصيد ونجي نصيدهم. طبعا الثاني قال له طيب ومشوا. السمكات الثلاثه عرفوا ايش؟ عرفوا عن او سمعوا الرجل وهم بيتكلموا. اول واحده لما جوا يتشاوروا ايش يسووا بعد ما سمعوا الكلام هذا؟ اول واحده قالت لهم ايش؟ والله انا بالنسبه لي يعني هذول الجماعه اذا جو يصيدوا اخشى يصيدوني فخليني من الان ايش؟ خليني من الان يعني انجو بنفسي وهذا فراحت قفزت من البحيره الى البحر الكبير وراحت ونجت بنفسها وانتهت واخذت امور من بدايتها. السمكه الثانيه قالت والله لا انا في احتمال يغيروا رايهم، في احتمال ما يجوا بكره، في, في احتمال يتكاسلوا، في احتمال اي احتمال ليش انا اترك المكان وانا مرتاحه فيه؟ وخليني انا فيه وانا حنتبه وابقى متيقظه وحريصه واذا لقيت انهم جو فوقتها ايش؟ فوقتها يعني بنتبه وبتصرف وبنط بسرعه قبل ما قبل ما يوصلوا. اما الثالثه فقالت والله انتم يعني مبالغات ومضخمات الموضوع وانا استطيع اني احمي نفسي واستطيع انتبه وانا عندي ثقه بنفسي ولازم كل واحد يكون عنده الثقه بنفسه وانا ما حيجيني هذا الامر ولا حيجيني ضرر وانا منتبه انه ما ما حنصاد. وانتم بالغين ضخم الامور وتركته طبعا السمكه الاولى قلنا راحت السمكة الثانية بقيت متنقضة متيقظة ومنتبهة في اليوم الثاني بعد الفجر من يوم ما شافت ولا ها شافت الصيادين جايين من بعيد من أول ما شافت خيالهم عرفت أنه الموضوع جد فراحت أخذت حالها ونطت على البحر ونجت بنفسها السمكة الثالثة جلست تقول لا أنا ما بيصيبني الأمر هذا لا أنا ما بيجيني لا أنا معصومة من هذا وبالتالي خليني ومنتبه وها ما شفنا إلا إيش إلا فجأة جتها السنارة وعلقت بها السنارة وصادها الصياد ويعني ذهبت يعني وجبة شهية طبعا هذه القصة الرمزية في الواقع بتشرح لنا عن موضوع الوقاية إنه ما زلنا إلى الأسف للأسف يعني في كثير من الأسر مع انه الموضوع هذا يعني زي ما قلنا منتشر في المجتمعات وللاسف بنسب متفاوته بس موجود في مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه موضوع المخدرات صار مشكله مشكله قائمه لا يحتاج ان نخفي راسنا في 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 التراب كما يقولون ان نعامة بعد ذلك ونقول ما عندنا ما عندنا لا عندنا مشكله مخدرات ونحن بحاجه ان نتصرف وما من انسان يستطيع ان يقول عن نفسه بأنه والله أنا معصوم أو عيلتي معصومة أو نحن نسمع ممكن تجي لأننا رأينا أن المقدرات ممكن تأتي لأناس من بيئات محافظة جدا وممكن تأتي لأناس من بيئات ذات دخل مادي عالي ممكن تأتي لأناس من بيئات ذات دخل متوسط أو منخفض يعني ما في ما في بيئه من البيئات الا ويمكن ان تصاب بهذه المشكله اذا ما كانت حريصه واذا ما كانت اخذت التدابير الوقائيه اللازمه فما نجلس يعني نحن نظن انه اولادنا ممكن يعني يكونوا معصومين وانه لا يجب دائما ان يكون عندنا الحرص وننتبه ونجعل هذا الامر من الامور التي ننتبه لالا نقع فيها وكما يقول تقع الفأس في الرأس وبعدين يعني نصبح نتباكى ونقول أنا ابني كيف أنا فلان الفلاني أو أنا الشخص فلان الفلاني والمعروف المجتمع وابني يصاب وأن الناس اللي به الناس على موضوع المخدرات لذلك لابد من موضوع الانتباه بشكل جيد على الوقاية الوقاية عندنا فيها ثلاث مستويات في حاجة نسميها الوقاية الأولية الوقاية الأولية اللي هي التدابير اللي تجعلنا نمنع المشكلة من أن تحصل أساساً وهذه اللي نحن نبغى نركز عليها يعني كيف نحن نمنع انه تحصل لنا كيف نمنع شخص انه اصلا يتعاطى مخدرات او يدخل مخدرات الوقاية الثانوية اللي هي التدابير اللي تمكننا من معرفة الحالات المبكرة نلحقها مبكر يعني من أول ما تبدأ التعاطي أو من أول ما تبدأ المشكلة نتعرف عليها بشكل مبكر وقبل ما تطلع الاعراض وقبل ما ندخل في مشكله الادمان وننتبه ونعمل اجراءات ونلحقها من بدري. الوقايه الثالثه اللي يسموها اللي هي التدابير اللي تمكننا من العنايه بالحاله، نحن في المخدرات يعني العنايه دخل شخص ما في المخدرات دخل ودخل لكن ممكن المخدرات هاي تؤدي الى الوفاه، ممكن تؤدي الى شلل، ممكن تؤدي الى جلطات، ممكن تؤدي الى الى الى, إلى هذه الاشياء كيف نحن نستطيع انه يعني نتصرف بحيث انها له وقايه من المضاعفات اللي ممكن تجي من المرض هذه ثلاث مستويات من الوقايه حنركز الان شويه على المستوى الاول هي كيف ممكن نحن نمنع المشكله من انها تاتي في عندنا هنا بس بحتاج انه في بعض النقاط اللي محتاجين ان نتذكرها في موضوع الوقايه خلينا نتذكر انه بالنسبه للوقايه كل ما كان التدخل مبكر التدخل المبكر فمحتاجين نحن أنه ننتبه وجدوا العلماء اللي يتكلموا والمختصين اللي يتكلموا عن الوقاية وعن العلاج وعن عن بالنسبة لمشكلة المخدرات أنه في عندي نوعين من العوامل أنه عامل هذه النوعين هم اللي بيحددوا قضية أنه هل تساعد أنه ممكن يصير في وقاية من الإدمان على المخدرات ولا لا في عامل الأول اللي بيسموها عوامل خطورة عوامل خطورة يعني هي مجموعة العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تعاطي المخدرات او الوقوع في الادمان وفي عوامل وجد انها اسمها عوامل الحمايه عوامل الحمايه هي مجموعه العوامل التي تعمل حمايه للشخص وتبعد الشخص عن الوقوع في المخدرات عاده الشخص هو عباره عن المجموع يعني نتاج المجموع كل شخص فينا في عنده محاط بعوامل خطوره وفي عنده عوامل حمايه اي ما اللي يغلب منها هو اللي النتيجه اللي بتكون حاصله يعني اذا غلبت عوامل الخطوره على عوامل الحمايه فممكن انه يقع في المخدرات اذا غلبت عوامل الحمايه حتى لو في عوامل خطوره لكن عوامل الحمايه كانت قويه وغلبت فهذا الشخص بيكون بعيد عن تعاطي المخدرات وممكن يصير وقايه عن التعاطي ولذلك نحن نحتاج بس نتذكر هذا الامر آه في المخدرات لما يعني من الاشياء المهمه جدا لما نتكلم عنها ونتكلم عن الوقايه منها بحتاج نتذكر انه حقيقه اهدافنا اتكلم هنا عن يعني عن رب الاسره واتكلم عن الام واتكلم عن الاخوه الكبار واتكلم عن الشخص نفسه واتكلم عن اتكلم عن اصحاب القرار واتكلم عن المربين والمدرسين والدعاه والمشايخ والناس المؤثرين إذا بيتكلموا عن الوقاية أو إذا يحتاجوا الوقاية بيحتاج الكلام عن جميع المخدرات بمعنى أنه ما يعني من الضروري جدا أن لا نهمل واحدة من المخدرات ونقول والله هذه ما نركز على الوقاية منها أو ما نركز على الانتباه منها لأنه ممكن أنه واحدة منها تؤدي إلى الأخرى وإذا دخلنا كما ذكرنا مثال في قضية التبغ مثلا أنه التبغ أو تدخين, التدخين السجائر هذا قلنا انه ماده ادمانيه وبيعمل ادمان وممكن يقع وهو بوابه للمخدرات الاخرى، ولذلك اذا قلنا نبغى نسوي وقايه من المخدرات واجي انا اعلم اولادي وانبههم عن المخدرات وما نبهتهم على التبغ، في الواقع هنا الوقايه حتكون ناقصه وانه بيحتاج الى التنبه ومعرفه الخطوره من اولها وانه موضوع التبغ وموضوع التدخين مهم جدا انه نتكلم عليه ومهم جدا نحذر منه ومهم جدا نعمل وقايه منه لانه ممكن يكون يعني بوابه الى ما بعده وكذلك المواد الأخرى مثل الحشيش والخمور وإلى آخره هذا نقطة أخرى آه يجب أن ننتبه أن الأمور الوقائية تختلف من الأعمار يعني ما يمكن أن يناسب الأطفال ما بالضرورة أنه يناسب الكبار فهذا يحتاج أن ننتبه فيها تعزيز الروابط الأسرية هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا التي يجب أن ننتبه إليها في موضوع الوقاية لأنه بلا شك أن الأسرة تعتبر الأسرة المترابطة واحدة من أهم عوامل الحماية الموجودة وهذه فيها توصيات كثيرة من الناس العقلاء أنه تقوية الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة هذه مهمة جدا في عوامل الحماية طبعا عندنا فاصل قصير الآن وسنتوقف الآن ثم نكمل بعد قليل في كلامنا عن الوقاية فانتظرونا اذكر لي ثلاث طرق للوقاية تقي الشخص من المخدرات الأصدقاء المال أو الفلوس ثالث حاجة التقرب إلى الله إن هم دايما في كمان حاجة رابعة إن إحنا زي ما نقول لازم الأب والأم يكونوا موجودين بصفة مستمرة في البيت يعني الأب بيشتغل وده خلاص واجبه الام لازم تكون اطفالها امام عينيها او اعينها زي ما احنا الرفقه او القرناء هذا اللي نعتبره المحور الاول المحور الاول المحور الثاني المحور الثاني هو عدم اعطاء الابن او البنت على ما يقول المثل الشعبيه ترك الحبل له على الغارب يعني يذهب حيث ما يشاء يرجع حيث ما يشاء هذا يعني لا, لا يكون في متابعة من الوالدين يكون في متابعة استاذ من الوالدين يكون في متابعة ثلاثة أنه يكون تعرف من هو يروح معه ومن يجي معه القرب من ربنا اثنين تجنب عن أصدقاء السوء ثلاثة نحن نستفاد بالوقت بتاعها في أي حاجة ينفذ بس دي أكتر الحاجات اللي ممكن تأثر علينا يعني إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة التي بدأنا الكلام فيها عن العوامل الوقائية التي يمكن أن تقينا وأولادنا ومن نحب وأهلنا وتقي مجتمعنا من الوقوع في براثن المخدرات. من النقاط المهمة اللي نحتاج أن نكمل فيها اللي هي المبدأ الذي نعلمه أنه الوقاية يجب أن تبدأ قبل سن الدراسة. يعني لما سأل الواحد متى ابدا اخي طفلي اعمل له وقايه؟ ليش حيقول يعني اذا قبل سن الدراسه يعني خمس سنوات اربع سنوات ست سنوات الا شوي منها وقتها اعمل للطفل وقايه نعم لانه نتكلم حنتكلم بعد شوي عن عوامل الخطوره انه في بعضها يبدا التصرف معها مبكر مو معنى اني حجي يعني طفل خمس سنوات واعلمه عن المخدرات لكن نتكلم عن عوامل الخطوره ممكن تكون مبكره والتعرف عليها مبكر مهم في أني أنتبه لها وبالتالي أبعد عنها عن ابني أو عن أخي أو عن التلميذي شبح الوقوع في المخدرات منها مثلا السلوك العدواني السلوك العدواني لدى الاطفال الاطفال بيبين من عمر ثلاث اربع خمس سنوات وجد ان السلوك العدواني من عوامل الخطوره ولذلك التعامل مع الاطفال حتى قبل سن المدرسه في سلوكياتهم العدوانيه التعامل من المبكر بيبعدني انه اجعل السلوك العدواني هذا عامل خطوره وبالتالي ممكن احيده واذا استطعت اني اخلي الطفل هذا غير عدواني وانهي السلوك العدواني او اخفف منه فانا بقلل من احتماليه التعرض منها ضعف المهارات الاجتماعيه هذه من الاشياء الضروري لو نجي على في الاثناء المرحله الابتدائيه لو الناس اللي عندهم مرحله ابتدائيه ايش الاشياء اللي ممكن اعملها بحيث اني تعمل لي وقايه قبل ما ندخل البرامج الوقائية أو برنامج وقائي إذا كنت أتكلم أنا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع البرامج الوقائية في مرحلة الأطفال في المرحلة الابتدائية يحتاج أنها يكون هدفها تحسين المهارات الدراسية والاجتماعية والعاطفية إيش في أشياء؟ واحدة من الأشياء المهمة اللي في المرحلة الابتدائية أني أتأكد أنه هل طفلي أو تلميذي أو الشخص هذا اللي معايا اللي أنا حاطه هدف أني أعمله وقاية من المخدرات يقدر يضبط نفسه ولا لا ضبط النفس عدم ضبط النفس من عوامل خطورة وضبط النفس من عوامل الحماية فإذا استطعت أني أجعله لو قلت الطفل هذا بيقدر يضبط نفسه ولا ما بيقدر إذا عنده ضبط للنفس هذا معناها أنه استطيع انه يعني اطمئن انه هذا العامل موجود عنده عامل حمايه. الامر الثاني الوعي، يكون واعي واعي من الناحيه العاطفيه بيستطيع انه يتكلم عن نفسه بيستطيع يعبر بيستطيع انه لما تصير له مشكله يجي يرجع فيها وبالتالي ممكن التعرف المبكر على قبل ما تبدا المشكله هذه طبعا مهمه جدا التواصل مهارات التواصل بيني وبين أطفالي في المرحلة الابتدائية مهم جدا إذا كنت أستطيع أني أطفالي هذول أستطيع أن أتواصل معهم أستطيع أنه يحكوا لي إيش عم يصير معهم في المدرسة إيش عم يصير معهم في الأحداث راحوا مع مين رجعوا مع مين إيش صار معهم هذه التواصل هذا الفعال وشكل أنه ما يخافوا مني يخافوا أني عدواني أو عنيفة عليهم أو كذا وبالتالي يسكتوا يسكتوا ما ألاقي بعدين إلا صار في سلوك زي سلوك تعاطي المخدرات طرائق حل المشكلات الاجتماعية كيف أحل مشكلتي؟ ابني مثلا عنده مشكلة في المدرسة كيف أستطيع أني أساعده عنده مشكلة في طالب تاني عم يضربه أعلم طفلي إيش الأشياء وطبعا سواء بشكل فردي أو عن طريق البرامج أنه ممكن كيف أعلم طفلي حل مشكلاته مشكلاته مع الآخرين مشكلاته مع الطلاب إذا عنده مشكلة مع الأستاذ إذا عنده مشكلة مع أخوه هذه كلها بتساعد الدعم الدراسي الخاص مشكلة القراءة في بعض الاطفال مولودين عندهم صعوبه في القراءه وفي صعوبات تعلم، وهذه من الاضطرابات اللي موجوده ومعروفه، واحيانا ما بيكون للطفل ذنب فيها، ليست مجرد كسل، فيه بعض الاطفال عندهم صعوبات، وجد انه هؤلاء الاطفال اللي يعانوا من صعوبات دراسيه معرضين اكثر من غيره للوقوف المخدرات، فاذا انتبهت انه طفلي عنده مشكله في القراءه ليست القضيه اني اجي اعنفه ولا اشد عليه ولا اضربه ولا لا، اشوف ايش المشكله واتيقن تماما انه حلي لها حيخليني احولها. من عامل خطوره الى عامل حمايه في المرحله المتوسطه والثانويه ايش الاشياء اللي ممكن نحن نعملها برامج لاولادنا او الناس غيرنا بالنسبه للبرامج التربويه اللي ممكن تساعدهم على ان تكون عوامل حمايه لهم عشان ما يقعوا في المخدرات، واحده منها عادات القراءه والدعم الدراسي، ايش يعني؟ يعني لما اعوض طفلي على القراءه، واعلمه على القراءه، واشجعه على القراءه انه يتحول، القراءه واحده من اهم ما زالت رغم التلفزيون ورغم الكمبيوتر ورغم كل الوسائل الجديده الا انه ما زالت القراءه هي من اهم الوسائل للعلم والمعرفه، وكل ما كان بيحب القراءه وبيحب التعلم هذه حتفتح له مجال انه يتعلم وبالتالي ممكن يتحول الى انسان يعني واعي ومنتبه ويعرف ايش الاشياء الصح. الدعم الدراسي يحتاجني دعمهم دراسيا، ويحتاج اني احولهم الى نوع من الايمان فيهم، الايمان بقدراتهم وادعمهم بشكل انه علشان يكون عندهم ثقه بانفسهم لانه قله الثقه بالنفس والانفعاليه والاندفاعيه من عوامل الخطوره، ذلك من عوامل الحمايه اني اعمل له دعم دراسي. التواصل طبعا استمر في تحسين التواصل، العلاقات مع الاقران والاصحاب من المهم جدا اني اعلمه مهاره كيف انه مين الصديق اللي يختاره. نحن يعني لما شفنا عم نشوف والدراسات تؤكد انه اغلب الحالات اللي هي بتتعاطى مخدرات بيتعاطوها وبيتعلموها لاول مره عن طريق الاصحاب مش عن طريق ناس اخرين الاصحاب سواء في المدرسه او الاصحاب اللي هم في الحي او في الحاره اللي هم فيها ولذلك اختيار الشاب المتوسط او الثانويه طريقه اختياره للصديق وايش مواصفات الصديق ومين يصادق هذا مهم جدا المهاره هذه يتقنها اذا اردت ان اني ابعده عن قضيه المخدرات فعالية توكيد الذات هذه مهمة زي ما قلنا أنه قلة الثقة بالنفس واحدة من عوامل الخطورة اللي تدفع الإنسان للمخدرات مهارات رفض المخدرات هذه مهارة مهارة أني أقول لا للشيء الغلط هذه في نحن نعرف حتى من كبار شباب كبار نجي نقول له ليش دخلت بالمخدرات أو حتى إذا كان دخل وتعافى ليش انتكست واحدة من أهم الأسباب اللي منلاحظها بشكل شائع أنه ما يستطيع يقول لا لا يستطيع يقول لا للشيء الخطا فمهاره انه يقول لا انا ارفض الكلام انا ما اريد ان يطلع. انا ما ابغى السيجاره الاولى انا ما ابغى الحشيش انا ما ابغى حبه الكبتاجون هالمهاره هذه والثقه بالنفس اللي تجعل هذه محتاج الشاب يتعلمها وهذه مسؤوليه الوالدين ومسؤوليه الجهات التربويه انها تؤكد على هذه المهاره ان كيف استطيع اني اقول لا للخطا وبالتالي استطيع اني اعمل لنفسي حمايه من الوقوع في المخدر. تعزيز السلوكيات المضاده للمخدر، في سلوكيات مضاده للمخدرات الابتعاد منها، عدم شرائها، الابتعاد عن اماكن توفيرها، محاربتها، هذه كلها سلوكيات ضد المخدرات، لازم اعززها وانتبه عليها في هذه المرحله، وتقويه الالتزامات الشخصيه ضد تعاطي المخدرات بمعنى انه يصير الشخص عنده نوع من الالتزام الشخصي بانه لا يتعاطى، وعنده التزام شخصي بانه لا يقترب ولا 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 انه يعني يرضى بانه لا هو ولا يكون عن طريقه تعاطي مخدرات، وبالتالي ممكن تساعد. آه نجي بس نتذكر حاجة بس انه عوامل الخطورة، احيانا في عامل خطورة بيؤدي إلى وجود عوامل خطورة أخرى، إذا ما أنت انتبهتني، مثال لما بيكون الطفل عنده سلوك عدواني يعني. هذا ممكن يؤدي فيه الى هذا عامل خطوره طيب ايش ممكن يؤدي السلوك العدواني؟ يؤدي السلوك العدواني سيؤدي السلوك العدواني الي انعزال اجتماعي لانه مثلا طفل حتى في الابتدائي لما يكون في المدرسه بيبدا يضرب الطلاب اللي حواليه، ايش ممكن يحصل لما يضرب الطلاب اللي حواليه؟ يبدا الطلاب ينفروا منه، ايش حيحصل لما ينفروا الطلاب منه ما حد يرضى يصاحبه، حيصبح عنده عزله اجتماعيه، العزله الاجتماعيه هي عامل خطوره ولا ما عامل خطوره؟ هي عامل خطوره، اذا لاحظوا كيف انه عامل خطوره ادى الى ايش؟ الى عزله اجتماعيه والعزله الاجتماعيه عامل خطوره، اذا بعض عوامل الخطوره وحدة بتأدي الى العامل الثاني ولذلك ننتبه نحن اذا كانت اذا كان صار لحاله اذا كان صار في منه سلوك عدواني ايش ممكن يؤدي ممكن يؤدي الى انه المدرسين ياخذوا عنه فكره سلبيه وممكن يبداوا يعاقبوه ممكن يبدا يتحول لكره المدرسه ممكن يبدا ما يدرس ممكن يبدا يتحول لفشل دراسي برضه هذا عامل خطوره ثاني اذا لاحظوا عامل ورا،, ورا عامل ورا عامل تحول الى مجموعه من العوامل وبعدين الشخص ممكن لا سمح الله يدخل في المخدرات ولذلك نحن بنقول ننتبه من اهم عوامل الخطوره السلوك العدواني المبكر الضعف ضعف الرقابة الوالدية لما ما في رقابة في الوالدين أعرف الأسر اللي ما تعرف لا أولادها هو ولا ولا, ولا, ولا جي. تعاطي المواد المخدرة عن طريق الأصدقاء هذا عامل خطورة توفر المخدرات في المنطقة اللي هو فيها هذا عامل خطورة يحتاج الواحد يتصرف فيه والفقر واحدة من العوامل التي ممكن ان تؤدي بالانسان الى البحث عن الثراء السريع او الى اخره ممكن يدخل في موضوع المخدرات لكل عامل خطوره في عامل حمايه مقابله يعني السلوك العدواني المبكر ايش العامل الحمايه اللي له انه اللي هي ضبط الانفعالات لما أعلم الطفل او الشاب على ضبط انفعالاته خليته عامل حمايه بدل ما يكون عامل خطوره الرقابه الوالديه بتكون فيها ضعف اذا آه كان فيها ضعف عامل خطوره اذا كان صار في رقابه بتكون فيها آه عامل حمايه الكفاءه الدراسيه بتخليني ايش بتخليني تبعدني عن آه عن موضوع التعاطي وبتخليني ممكن انشغل فيها واختار اصدقائي بشكل افضل آه روابط الجيره القويه بتخلي عندي بتغطي على كمان اشياء اخرى اذا عندي عوامل آه حمايه تستطيع انها تساعدني في الموضوع هذا وكل ما استطعت اني احرك عوامل الخطوره وابعدها وأن يعني وازيلها واحولها الى عوامل حمايه بهذه الحاله ممكن اساعد الامور على الوقايه ارجو أني تكون هذه الكلمات السريعه في موضوع الوقايه وفي موضوع الانتباه مع التاكيد على انه نقطه مهمه جدا بس فيها اللي هي قضيه انه تقويه الجانب الايماني وتقويه الجانب الديني في الاطفال لا شك انه من اكبر عوامل الحمايه لانه اذا كانت في الشريعه مقدرات محرمه بالتالي نحن نعرف أعرف تماماً إنه هذا الأمر طبعاً حيعمل لي وقاية وإذا كان الشخص يعني يعلم إنه هذه ما يقرب منها أصلاً يعني الأمر الشرعي فاجتنبوه، الاجتناب أصلاً البعد عنها وبالتالي حيقلل من احتمالية تعاطي المخدرات بلا شك وهذا ماشي مع مع الدراسات والبحوث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ولنا لقاء آخر في حلقة قادمة معكم في موضوع آخر من موضوعات الإدمان على المخدرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.